هانو جولا مداشة كهالية يا يلي ما أنت اللي جاب اللعبة ما تشري دانو وحلا ده قاب رسمات كليو بوليسك مركب ما أنت مركب ليه وعشان يا ودود بشيء ديني وحوي يلي حل اللي جالس اللي جاب اللعبة ما تشري دانو وحلا ده قارة وايدي جانو دليه هذا كورا بالان قادني إلا تبرت نظا ديا اللي جاينا حوجينا ده كو أنتي وحار ربي أنا واتقنو مسؤولين تاما حكومة الدبين بدلي دانتا وايدا حصلون ودرجوين منوها يشرف كل شعب هذه حديثة ونلوش يسوع كم مقاطعين هي عيدا قوما وحالا نكون همين تاسع وقوها الرئيسة إن شاء الله وانقاري دورنا إن شاء الله وضع مدحوينها لكم أكبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان مبارك دوضيال كسر دواد برامج كدب كهذا القيب وحين كهذا إلى إثيوبيا برنامج جهر أيان كهذا الني واحد دورد دركز إثيوبيا يكوشك تي دبها بإنت أماك لدرد عدم مدى قار كهاي الديقان ندا يديان كصومالي دو نقضي ديان كيور ريه قرشها سي دولد قاتي إنكستو أو أي سيكد ونسي دولد فلالك أي واحد ذين هذا بشري تليها ملتري دلك إيتوبيا برهان جلا أي واحد وكها ضي إذا ماذا قار كها إديقا ندا إيا واحد لغي يريو هذا الكيسا يان إيق دونا إيو وراركي كسو بحي لنك دول ديان كصومالي دا ميهين كوا إسكميدا أم مسوا كوا إسخلاف سن أنا ما أسيان إيه دونا وحين كوب اللعبة دونا دو يبه ودلو أقراضو هذا الكا كسوة بحيط رياها من التريقة دلك يتوبية كوادن عيدن كحوق قار كهي إديقان يوحا أوكيري يديان كصومالي دا يغنان كوضا وحا أي كردهان هورين ضدك صومالي يديان كا إيو مد صومالي دا كلابا إلوه داقين كرهان مدحوين مصطفى وعدنا عيفو دي قولي دو إيشا كوهي عرمان ساقا يان وحكو ويدين دونا ساقا يان مارتاي هوريق دونا نورا فاهين دونا بلتريا من التريقة يتوبية يعرمهاني وحا وكيلي مدلو هواين بوري مسا كلا دريد بوري قولا سلوه أبا ما زنتهي صاحب قيلقا عسيدة ودياشينا واسلامينا ملقا السبر رمجيدينا كدا وضاني نيو هو دولة جلحة يتوبية وحاد مودا إن لي يلي كتوابة وحام مدحة دولة ديگانا دولحان وات اي كو سبان سبا يار عيدا مضا قاركا يودتك ديگان كودبة waxa kasoo baxay dawladda dhex markasta iyo waxa ay madaxda inuu hoggaamisay ee deegaanka Soomaalida hoggaamisa ee inuu sheegayso waa bari iyo galbeed waa laba wax aad u kala duwan waad maasha isugu iman doonaan iska qabsan doonaan yaa sa ila hada garan la waad shay ninkii jula aha taliyaha guud ee ciidanka Ethiopia يا حمد وات مدان ادي سوابا يو كهلني وات وحو شيغي ان ماركا هوربا انت ان هوري ووغينو عيدان ديغانادو اي اهايين كو شرعي درا وات ما ما قودو ان ان هوري ووغين يو كو داراي اوسو وات وحو شيغي ان شرعي درا ايين عيدمدا ديغانادو ayna tahay xilligi ku haboona ee deegaanada ciidamadooda la kala diri lahaa een burhanu julo madasha ka hadlay ayaa yiri maanta laga bilaabo ma jiri doono wax la dhaho qaab dhismeed kaliyo booliska marka maanta marku leeyahay waa shalay oo wadada sheedinay wuxuu yiri xilligaas laga bilaabo ma jiri doono wax ciidan gaar ah oo ay deegaanadu leeyihiin ma jiri doonaan ciidamo xarumo ku aruursan oo hawlgallo fulin kara hagee aadayaan waxay aadayaan saddexdii meelood ee loo sheegay waad booliska caadiga booliska federaalka iyo militariga waad saddexdaas unbay kala aadi waad talisyadoodana hoosteg weliba akhlaaqdooda dib loo fiirinayo tababaro hor leh oo cusub loo furi doona marka waxa laga dhaqayaa waxay hore ku shaqeynayeen ma laga dhaqayaa madaxda software cusub aan yaalu shuraya waad ma ba xuma laakiin markay halkaan sheekadu marayso ibraahim juro wiin leeyahay ma jiri doono ciidamo ku aruursanaan doona meelo gooni ah hawlgallo gooni ah furin doona ee waxay hoos tagi doonaan talisada ay ku kala biireen madaxweynihii deegaankeenina wuxuu ina leeyahay ma jiri doono ciidan la kala dirayo waad waxayna ku sugnaan doonaan goobihii ay amniga ka sugi jireen waxay kala hortaagnaan doonaan qabiiladii isdili jiray waxay joogi doonaan barahoodii control
مركم مدحوينين ليه كيف إذا ماذا حكومين أو ليه ما أنت لقى بالله ما هوش عصو ما شقينا يسين وإذا ما مركو أروح صناعة يوم هول قلب فولين كراين الدجال هذا كم تشري كران لا بضع ورنا يسقلي كران وات وما وحكل فوق وواحد أهدو كل فوق مركي أنت على جيي ما أدو قالك عصبة حتى ونوصة ترى وحياة هيد هنا يسان تشري كرين تلسيو إذا ما مركو أروح صن والدجالنا أصيده ذا جوني ذا دوقها والجلية. بس أمر كان حكي قادنا يعني ماله الغدر وكرة ترى. ها بوليس قادين الغدر بوليس كي قادن فضل على البوليس قادين الغدر إيه كي قادن ملتري قادين الغدر أنا محارم من بدو ذا يلفولي أي عن جرهات ذا لعوني أو مالها سي حتى عن صلاة الله قلنا عيدا كيتو بيه متقنا عيدا كفضل على كيتو بيه الله ما أقول قفك سكست المسلم مطاعي إنا تكتو سلاد هذا لكن مو حس بدري هذا واحد بدري مر معيب لكن سام كوأ قاني قفك أيضا كفضلك يتوبي كتر سام فصح أمو هيستئن العباد يستو واحد كلو يتوبي أردن ممنوع قا إن لقاه سوكين هذا ما نارك حتى رفقار يال إنتي لسوي ما دخلن ديمت يعني دو ديمت لقو قبط أقالة إيه مسلم إنتي كود دوران مركا كذب قارقص مسلمان إثيوبيا جوده هذا مركز شوكتهم موضوع الدين تلاقى ما هذا. واد. واحد دين ألاقى ماش ألاقى ما دودي كرب ماله بابليكا. واحد من سنة من سنة أنا كلامري. واد. مساجد كنكم اللي حكرتي كان يصدق إنكم اللي حكرتي. واد. واحد كرب ممنوعة. ولقى تي في إثيوبيا. وواحد اللي جسوا شيء دنيا ما أرد. كديجا كان الله كديجا. أنت هذا سبتك العواجري. انتي هوري انتي هوري لكن المغول تي في حتى حتى انا وانتو اسبدل كون عاوليس اي سار تي في كما عرق وعد اللي قد جيدي موادو حتى رمضان كسير النبي صلى الله عليه وسلم بقى جيدي ترى وين حتى توس لو قلت بيابا وين هو حي قدم بي وخير قدم بي لكن وحاي وعبيع كرت حقا من التري ذاك صلاة الله وقال حتى اسبدل كدب من واح ير اسبدل هذا يكرت وقال الرجين يسا لكن ما هو بنا وحان سبو الشيقيا وحي عن هبني عن كوي قادنا ان مالاها كالتان كوارن وحيابا كاليرو ما يحوشا قياس سيدا افر وضيرات كادا ديسو جيدت كادا كادا عاية ديان كحمارة كادا عاية لكن فقارياش ان لو قد وضو مسلم ايا قال ادي السوابا مينا كوارن الى حد ان يسجربا معقولة ها مركا وأنا كان رجيم سنة هنا أنا عن قارب بدن أو ماشي كتيرت أنا متشنط أو غير نو وأي نوفر فران واحد لكن لكن كإثيوبيا كتيري يا وحوي هاي إن عندي مها لجعها اللي كريم يلاها ببلكا إذا كإثيوبيا فضلها الكمرك سنة هذا بالله قالين إني تكذان ويلاش كبيرة اللي يلاها تلسكو ضحكة مرقاتان عبادة ذودي يا سيدي إلهي وعابد الهيين يا شقاني وحاول أبك وحا إنتا وهي لسان عيدا كإثيوبيا وحا يكون شقايا وعشان كنا بربع ملاي مشارك هذا ها هذا بكلا في وحاول إنتا وحاول أمنا يا كنت ضرر لازم كنت ضرر وكا يرتا واد أدبا ويرتا واد ولو وين بذي إنا سان إنتا أهين يعني هذا رجينية وحا روح حسابا ان اسقادله غودي عنتد عنايا اسقادله ما كدو انا حالي له بلاي يره شقفده يرته اي ديغرتي هيلبكي كو جحادسن كو جيران اي بسكوت كو دوق جيرين يا اسقادله لا با هديات ما انا دليرو مره كو جيرميا كومبا يرو او جفقير وين او سوغت ياسن اي كو جيرتو جحاسن او لاسو ورشديي oo inta bisil oo hadee fudud maadaama ay hawl gal ku jiraan ciidamada iska garab raartay yihiin marka bisil sayay yey ku dhaw ku jiraan ha marka isqaadila wala ni tir isqaadila wala sa loo xisaabin diriiskooda loo xisaabin marka kadib waxa soo dhan laga jirjaro ya xogey dhow kuno kasoo hadhay lasiin ya lasiin marka mushaharka qofka Itoobiyaan ku ku qanco ee wuxuu arko qofka Soomaaliga uu ku qadeeyay hal mar uu ku qadeeyay marka waxa sidaas iyadana dhanka faqri uga ciyaadadii iyo sidii soo qabsiinaysan iyaduna hawl kala am xarmad madow buur la fulweli baadan luqad fahmaynin iyadana hawl kala waa arrimo caqabadahooda wad yeelkeedii Ibrahim Jullo wuxuu ina leeyahay Ibrahim Jullo wuxuu ina leeyahay
إبراهيم كحجان وكان مانت وحولي إن ما راح يكون كلابيران هم بقى أمر قاضا من الحين هنيو شرعي بقى هاد مركي أنا راح ي عيلن كينو واسيت هينينا هو دواعته وحكا هاي ستها وحن ربيتان كاجا حلو نسيت على ولا جيابا وحن ربيتان كاجا هدا ذا الحرية بوه هاي سنيننا سميس هدا ذا الحرية بوه هاي سنيننا قريات وعند بعته وهي مشكلة من الحين ومرك مو وين شرعي أنا سيدان دعو دان طاب برهان وجلا وريه دانو ماشان أنا كتليا إذا ماذا نوان كلا تري وحريه هذا كسر نان دانو نمتشرتو بوريس كبرر كواتها كوبيران هوب كان هاي جوس وريشيان وحقة طبعا اللي كرنا متشرتو إنه وريه دانو موسن وين أبي أحمد إنه وريه دانو ترين كبر واقو سبحان يا عيد هوري استعي كرتنا متشرتو محاكو رهاي aydan kaliyo booliska kala diridoodana caqabada aan filayna inay nagaga iman doonto way jirtaa laakiin boorta marka aad fuulayso uma sahlana marka aad ka soo dagayso sida ay u fududa waan filayna caqabada laakiin waan ka gudbi doonaa ciidankana waan kala diridoona ma uusan filayna inuu Abiy Ahmed ay doono what shalay marka isagu liyo booliska la hadlayo Mustafa Akhtar oo weliba xamaasadaysan weliba markii ay dagaalkii shabaabka ka soo laabtaan bay ahayd hadaladiisi aan dib u xasuusino maanta se waxa laga hayo ee markuu neyar ma weeliye na dhaho war ciidankii ma kala dirayna ee xariirooday ku sugnaanayaan u gooday haysanayaan magacii uu baan ka bedelay waa kan hadana laga soo daba hadlay leeyahay ciidan meesha ku sugnaanaya ma jirto bal horta shalay hadalkiisa aan madaxweynaha wada dhageysan وانت اللي دلوا ذاك يقادتان كهول كشان عاد نقطان عيدا سمعاد سهوية ديان كسال اللي كربا حكومته وهاي بلن قادة سعيدة سوين وش قيسو دقيقة الكينة إلى كش قيسو حتى كور ولوكتين جايز كعيدا كهيستي ولا سو كردي خطوات كم حين سو جاري أنو ملين يا ويران صوت جاري وكيو ويناي حمل كاو عصرية وكتو كيو هرك وأنسيحو تيجي ناتيان تي قلبي تعيدنك دواري خلاص فربنا بسراكيش وباعيهن تريال ليراد وباعيهن قريه وباعيهن هذا كورن ما بلن قادني إلا تبرت نضع ديا ليجاينا حوجين هذا كوان تاي وها ربنا يعني واتقنا مسؤولين تأما حكومة تبين نبدل دونها وعيدن حصلون ودرجوين يبنوها يشرف كل شعب هذا حديثه ونلش يسوي كم وقتين هي عيدن قمن بحالان كلها مين تاسع وها الرئيسة إن شاء الله وان قاري تورنا إن شاء الله هذا مدحونا لك لكن هذا لك موهور أي مدحونا موهور رأي وانا يقول شيء قيبا وحانكو ربيتان كيس مدحوينو إيا سيدو تشعلا وإنو قوم ويدي مرة أوسان أغين إن ما أنت لديه دونا أيضا كو سيدا نبلان قادي إسكتر يقريه إن آب وحب الله إذن ما هيا shaqadii la idin ku talagalay waa soo qabateen iska kala tagay in la dhigi doon madaxweynuhu moogeen balanqaadkan marka insha Allah wadiisa hadir waxba kama jiraan ilaahay waxba kama soo qaaday ma xaq ilaahay ina ka soo gashan waa macquul laakiin inta waxaan ka hadlayna waxa weey wax meel gelin xaq dowlad fikirada hadal ma ka soo booli wax meel gelin fiiri waxa ina hor yaalla yaan ka hadlayna ilaa caaso waxa insha Allah iyo rajaa xaqan idig waxaa ina hor yaalla shalay in la yiri wax ciidan deegan ah oo maanta kadib hawlgali kara ma jirto iyagu hawlgalaya hadii la arkana ay dambi tahay la dagaalamay waxaan ka hadlaynaa Abiy Ahmed oo leh wax tareenkayga hor istaagi kara ma jirto ciidankana waan kala diraya waxaan ka hadlaynaa ciidamo goobahooda ku sugnaan doona hawlgalo ka fulin kara oo aan federaal ahayn iyo kuwi dawladda dhexe aan ahayn ama booliis ahayn ma jiri doonaan waa war rasmi ah oo dawlad ka yimid oo aan ka daba hadal lahayn isaguna aqbalay madaxweynaha shalay ballanqaadkan sameeyay ee lahaa ciidankan waan sii tayeynayna wuu aqbalay inuu kala diro marka rajadeena iyo filashada wax wanaagsan way fiican tahay madaxweynaha laftirkiisu sidan markuu ahadlay qulubtiisa waxaa ku jiray wanaag badan iyo inuu ciidamo Soomaaliyeed oo qiyam leh oo ka tago laakiin kuwii soo magacaabay uusan waxba ka diidi karin yaa maanta yiri joojii rajadaas hawshanna waa annaga soo gebagabeynay ciidankana waan kala direyna
marka meel uu gaadi uu keenana ma jirto meel uu guriyo uga dhisana ma jirto ee maxaa ku dhahay dadkii markii hore sameystay baan kala diray markii inta laga yimaado hadda waan iga hadalkay markii horena kugu bilaabay waxaad moodaaba in deegaanada loo jawaabayo dawladda dhex u jawaabaysay jirro wuxuu leeyahay ciidanka deegaanada markii horeba waxa ku adeegan jiray siyaasiyiinta deegaanada oo dhul baan soo celinaynaa iyo balaayo ka sheekeynay waa hadal aad moodo dhaga hadal firi ah waa aad moodo inuu cid gooni ah ku socdo meel bablagu ka leeyahay waraysi buu bixinayaa xaflad buu ka hadlayaa wixiisa ma la gabanayo marka hadalkiisu marka muxuu ogyahay inuu ugu jawaabayo madaxweyne mustafa iyo marka deegaanka awlara waxaa la lahaa abxaare iyo waxba ujeedada koowaadahe laakiin tan marka la fiiriyo hadalkan hadda jumlada ka yimid ee ugu dambeeyey ee uu leeyahay marka horeba siyaasiyiinba ciidanka ku shaqaysanaysay deegaanaanu dib usoo ceshanaynaa iyo ka hadlayay laba meelood labada way noqon kartaa qowmiyaddan abxaarad way sheegtaa in dhul laga haystay ay dib usoo ceshatay tigreeguna wuu sheegaa iyaga laftirkoodu in dhulkii laga qabsaday ay dib usoo ceshanayaan soomaaliduna way sheegtaa laakiin cid kale oo dhul kale haysata ma jirto marka cid ay ku socoto saddexdaan loo qaybiyo yeelkeedee dowladdii dhexe kuwa kaloo badanna waa laga sugayaay waxaad moodaa inay uun u fadhido inay naga saxdo waxaa madaxdeennu nugu gurayaan ee nugu shubayaan ee khayaaliga oo ay tiraahdo niyada waxaa hagashanina annaga bahashan abuurray annaga kala dirayna madaxdeennina na dhahdo warmay annaga idin sii haynayno mushaharkiini iyo darajadiinoo laydin aqoonsaday yaad haysanaysaan marka hawshu waa isqaban laadahay weysada goor ay isqabato aada umaasan tahay waxaaga maasan yahay guri daawadayaal qodobkan intaasaan kusoo gabagabaynayna tan iyo kulan dambe waxaan ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo ramadaan mubaarak.